أحد الأحياء السكنية والمباني التي دمرتها يد الحرب المستعرة في مدينة سيفيرودونيتسك من مقاطعة لوغانسك، حيث نتواجد. طبعا الحرب المستعرة بين القوات الروسية والانفصاليين من جهة والقوات الأوكرانية. طبعا لم تسلم من هذه الحرب والعمليات العسكرية، كما نرى المباني السكنية بطوابقها، حيث تم حفر الأنفاق في محيط هذه المباني حيث تمترس الجنود، بالإضافة إلى وجود الحواجز الرملية التي لا تزال موجودة في المكان. هناك طوق أمني في المكان والذي ما زال يؤكد على أنه من الممكن أن يكون فيه ما يجدر الحذر منه بعد انتهاء العمليات الحربية. تشبه هذه المدينة بمدينة ماريوبول لكثرة أثار الدمار التي طالتها من جهة، بالإضافة إلى احتوائها على منطقة صناعية ومجمع أزوت، وهو ما ذكر أيضا بمدينة ماريوبول ومجمع أزوفستال، حيث أيضا طالت المواجهات والعمليات العسكرية في الأشهر الماضية. طبعا هذه نماذج عن أسلحة غربية موردة للجانب الأوكراني، والتي يصر الجانب الروسي والانفصاليون على استعراضها بعد انتهاء العمليات الحربية في هذا المكان وفي غيره. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، من مدينة سيفيرودونيتسك، إقليم لوغانسك.